ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام. بي بي سي منظومة من التاريخ المزيف، بي بي سي منظومة من الموضوعية الكاذبة، بي بي سي هي واحدة من أكبر الجهات التي تمارس الكذب الإعلامي وتستطيع أن تضع فيه كتب ومؤلفات ومراجع. بي بي سي بتجذب أكتر من جوزيف جوبلز وزير إعلام هتلر أو وزير الدعاية لدى هتلر. بي بي سي طول عمرها كذابة بالمناسبة، بي بي سي طول عمرها لا تتحلى بموضوعية، بي بي سي طول عمرها لا تتحلى بأي مهنية، وفي كثير من الأحوال لم تتحلى حتى بالأخلاق. ده بالمناسبة يعني. طيب ليه الكلام ده؟ أقدر أقولك بمنتهى البساطة، لو أنت رجعت تاريخ هذه المؤسسة التي ترى أنها عريقة، والعراقة ليست بالقدم وليست بعدد السنين على الإطلاق، وإنما بالتزامها الموضوعية. بي بي سي مارست كل الكذب اللي ممكن تتصوره في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال، مارست كل الكذب واللا مهنية واللا موضوعية وانحدار الأخلاق عندما تحدثت عن مصر بعد ثورة الضباط الأحرار في 52، أثناء 1956 والعدوان الثلاثي، مرورا بكل السنوات حتى هذه اللحظة. أو على رأي زميلتي العزيزة حكمت وهي بتتكلم، طب ما هو بعد 2011 يا ما زيفه. لا، عشان كده أنا بقول لك هي المسألة أنها تاريخ من الزيف، تاريخ من الكذب، تاريخ من اللاموضوعية. بي بي سي أنا ممكن أقعد أطلع لك مجموعة من الوقائع من أربعينيات القرن العشرين وحتى هذه اللحظة بالعشرات. تعال نشوف اللي عملته بي بي سي في الفوارق ما بين العناوين عندما تقول هند رجب وجدت مقتولة. كويس، يعني حتى لو زمايلي يحطوا لي عشان اعرف اقراه قريب تبقى حاجه كويسه جدا. هند رجب وجدت مقتوله في غزه بعد نداءات لاغاثتها. اهي هند رجب 6، هنا عايزين يقصدوا انها 6 years old، found dead in Gaza days after phone calls for help. هند رجب ابنة الست سنوات وجدت مقتولة أو وجدت قتيلة بمعنى أدق، أو وجدت ميتة في غزة بعد أيام من محادثة تليفونية لأجل المساعدة. طيب ده كلامهم عن هند رجب، أو زي ما هم كاتبينها هند رجب. طيب يوكرين وور، الحرب الأوكرانية، بيبي كيلد. خد بالك بقى، بيبي كيلد، رضيع قتل. ان روشن سترايك ان خاركيف هوتيل، رضيع قتل بعد هجمة روسية على فندق. طيب بي بي سي لو عندهم ضمير او لو عندهم مهنية او لو عندهم موضوعية او عندهم اخلاق يقولوا هند رجب التي حوصرت بالدبابات وسط جثامين اهلها الان قتيلة. لو عاوزين يساووا ما بين الوضعين الإنسانيين، لو عاوزين يساووا ما بين الوضعين الإنسانيين، أو علشان المزيد من الموضوعية فيقولوا هند رجب التي حوصرت بالدبابات الإسرائيلية بين جثامين أهلها الآن ميتة. زي بالظبط ما قالوا رضيع قتل بهجمة روسية على فندق كذا. انت هنا ذكرت روسيا، عندنا ما ذكرتش ان اسرائيل هي اللي قتلت هند رجب. قلت هند رجب 6، ابنة الست سنوات، كان ممكن تقول طفلة او الطفلة هند، لكن عند الطفل الاوكراني قلت رضيع. طيب السؤال على رأي برضو زملائي الاعزاء، وهل لا زال أحد يفكر أو يظن أو يعتقد أو لدي حتى ولو يقين مهتز في أنه بي بي سي منظومة من الكذب؟ عشان كده دايما أقعد أقول لك يا جماعة، أنتوا بتحبوا بجد تاخدوا دايما أخباركم ومصادركم من الأجانب ليه؟ يعني مين اللي فهمك أن الأجانب هم الموضوعية؟ مين اللي فهمك أن الأجانب هم المهنية؟ مين اللي فهمك أن الأجانب هم الأمانة؟ ما حصلش. تاريخ العرق الابيض هو تاريخ من الوحشيه. يمكن كنت لسه حتى امبارح بقول لكم في النهايه يا جماعه اللي بتعمله اسرائيل في الفلسطينيين هو اللي عامل العرق الابيض في الامريكتين.
انتوا عارفين ان هم وزعوا بطاطين ملوثه بالجدري على السكان الاصليين في الامريكتين علشان يبيدوهم ويخلصوا؟ ده اللي حصل، ده تاريخ وبالمناسبة موثق، وبالمناسبة حتى أرقى الجامعات في أمريكا الشمالية أو في أوروبا الغربية يا سيدي مش الشرقية بيقولوا الكلام ده إنه حصل، بس إحنا مش عاوزين نقرأ وطول الوقت بنتطلع للشمال ونتطلع للغرب باعتبارهم أنها قبلة الفكر وقبلة الحرية وقبلة الديمقراطية وقبلة الإنسانية، وكل ده كذب وعاري من الصح. هم اللي استعبدوا أهالينا الأفارقة وصدروهم وكأنهم بضاعة إلى الأمريكتين. دول الأجانب اللي انتوا بتحبوهم أو اللي بتثقوا فيهم أو اللي بتصدقوا إن هم صاغوا القيم الاجتماعية الحديثة. ما حصلش، ما حصلش خالص، بل بالعكس، إنه أكثر المجتمعات إنسانية هي المجتمع اللي عايش في المنطقة دي بالتحديد، من أول حدود العراق لحد آخر حدود المغرب، يعني من الحدود العراقية الإيرانية وحتى الساحل المغربي على الأطلنطي. دي أكتر المجتمعات تحليا بالإنسانية. الأمانة مش في الشمال ومش في الغرب، الكذب موجود في الشمال وموجود في الغرب. عشان كده هتلاقي أنه المجتمع الصهيوني الوحشي ده هو ابن مين؟ ما هو ابن هذا الشمال، هو مش من عندنا. هل هم مثلا شرق أوسطيين زينا؟ أفارقة مثلا جايين من أقصى الغرب الأسيوي؟ لا. هل هم أولاد هذه المنطقة؟ لا. الكذبة الكبرى بتاعت إن هم أبناء وأحفاد وناس لسيدنا يعقوب ما بين قوسين إسرائيل، كذب. من إمتى الديانات عرقية؟ من إمتى؟ الديانات هي ديانة تذهب للناس اللي موجودة يتم التبشير بيها أو الدعوة إليها إلى آخره. يعني في حاجة مثلا اسمها العرق المسيحي؟ مفيش. حاجة اسمها العرق الإسلامي؟ مفيش. ليه إحنا مستعدين نتقبل خدعة وكذبة كبرى اسمها العرق الإسرائيلي فبنقول بنو إسرائيل أو بني إسرائيل مرفوعة كانت أو منصوبة؟ ليه؟ ليه إحنا قابلين ده يعني؟ أنا مش عارف. نفس السؤال هو هو، وليه إحنا عايزين نتقبل ونثق في إنه بي بي سي كويسة أو الإندبندنت أو الجارديان أو رويترز أو سي إن إن أو سي بي إس أو فوكس؟ ليه؟ أصل أنتوا يا يوسف، أنتوا اللي هم مين؟ أنتوا ده اللي هو أنا وأنت. مفيش حاجة اسمها أنتوا، اسمها إحنا. لما تيجي تشوف التغطية على سبيل المثال للحرب الدائرة التي لا أراها حربا وإنما هي إبادة حقيقية لمجتمع بشري بالكامل موجود في منطقة عربية اسمها فلسطين، شوف التغطية المصرية عاملة إزاي. مش بقى كمان الدور المصري، سواء إذا كان الدور الإنساني أو الدور السياسي اللي بتلعبه مصر في التهدئة أو الدور لأجل إن إحنا نحشد العالم لأجل الالتفات إلى إنه هناك قضية كبرى اسمها فلسطين المحتلة؟ لا 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 لا، الدور الإعلامي بتاع الإعلام والصحافة المصرية في هذه التغطية هي التغطية التي لا تحمل أي انحياز على الإطلاق يضر بالحقيقة. هتيجي تقولي يعني احنا اعلامنا مش منحاز؟ لا، بالتاكيد اعلامي منحاز لمبادئي، اعلامي منحاز لمجتمعي العربي، اعلامي منحاز لوطنيتي، ده مما لا شك فيه. اي اعلام بالمناسبه فيه انحيازات، ومين اللي علمك ان الاعلام حيادي؟ يعني مين اللي روج لهذه الافكار؟ اقول لك مين اللي روج لهذه الافكار، الناس اللي متصوره ان بي بي سي هي الحياد وبالتالي انه بي بي سي محايده وبالتالي اي اعلام مهني لازم يكون محايد. لا، الاعلام مش لازم يكون محايد ولا حاجه، لازم يكون موضوعي. في فرق ما بين ان انا ابقى محايد في حاجه اسمها حياد اصلا في الوجود. لا، ما فيش حاجه اسمها حياد في الوجود. يعني ايه الحياد في ان انا اسالك مثلا عطشان؟ ما انت هتنحاز لشعور ما اسمه العطش فهتقول لي اه، او هتنحاز لشعور اخر اسمه ان لا مش عطشان. مش حاجه اسمها حياد، في حاجه اسمها انك تبقى موضوعي، تبقى واقعي، تبقى امين، تبقى اخلاقي، تبقى مبدئي، عندك مبادئ، عندك أخلاق، تتحلى بالأمانة،
ده اللي عمله الإعلام والصحافة المصرية. لو أنت عاوز تبص على يعني مرحلة زمنية ضيقة، هي من يوم 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم 130 يوم من الموضوعية، و130 يوم من المهنية، و130 يوم من الأمانة والانحياز الوطني والإنساني، انحياز للقيم الإنسانية وانحياز للقيم الوطنية. بي بي سي كذابة، تاريخ من الكذب، تاريخ من الزيف. خليني أخدك، ويمكن احنا طالما احنا بنتكلم عن انه هذا الموضوع مقترن بالتأكيد بقضيتنا، قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، فلازم اقول لك على الاجتماع الرباعي اللي بيتعمل فيه القاهرة واللي يضم مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر الشقيقة، والكيان الصهيوني المحتل، لأننا نريد بحث موقف الهدنة والتهدئة في قطاع غزة فلسطين. معانا على التليفون دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف، أهلا وسهلا. مساء النور يا دكتور حسن. هذا الاجتماع الرباعي يعني تتوقع منه إيه؟ في حضور الكيان الصهيوني أو ممثلين عنه، والممثلين هيبقوا ممثلين عن حكومة شديدة التعنت، شديدة التطرف، شديدة التشدد، يعني حتى التشدد أصبح شديدا. طيب أنا بس تسمح لي قبل ما أجاوب على سؤالك أن أنا يعني أحييك على جملتين أنت قلتهم في هذه المقدمة وأنا كنت مستمتع بها الحقيقة. العفو يا فندم، الله يخليك. الجملة الأولى هي توصيف ما يحدث في قطاع غزة، لأنه كلمة الحرب على غزة إحنا بنشوفها في كتير من وسائل الإعلام الأجنبية زي ما حضرتك أشرت. صحيح. وهي ليست حربا، وإنما هي عدوان من سلطات الاحتلال على سكان مدنيين. صح. هي حرب إبادة جماعية، إذا أردت أن تصفها بقى بالحرب، هي حرب إبادة جماعية، هي جريمة إبادة جماعية بتمارسها سلطات الاحتلال، ويمكن حكم المحكمة العدل الدولية أشارت إلى هذا الموضوع. حصل. النقطة الثانية اللي حضرتك أشرت إليها وأنا أثني عليها هي فكرة الإعلام ومدى إذا كان منحازا أو إذا كان مهنيا. لا يوجد حياد في الإعلام، وإنما يوجد مهنية وموضوعية. شكرك. وأنا بالتأكيد أشيد بالتناول الإعلامي المصري لما يحدث في قطاع غزة، لأنه الرواية الإسرائيلية التي تبناها الإعلام الغربي وتسببت في حشد كل هذا الدعم ومجيء الأساطيل إلى المنطقة لدعم سلطات الاحتلال وإنكار حق الشعب المحتل في المقاومة لا يمكن أن يكون مهنيا أو موضوعيا. تاريخ من الكذب زي ما حضرتك أشرت في وسائل الإعلام بيقوم بما قد نسميه غسيل الأدمغة، لكن الحقيقة الإعلام المصري والجهد الدبلوماسي والسياسي المصري غير كثيرا من المفاهيم بين قوسين في الأوساط الشعبية، ويمكن ده كان سبب في ظهور كثير من المظاهرات في مدن غربية تطالب بوقف هذا العدوان أو حتى التوصل إلى هدنات إنسانية دون أن يشهد الأمر تحولا في المواقف السياسية. صحيح. علشان ما طولش أجاوب على سؤال حضرتك بالنسبة للاجتماع الرباعي. بالنسبة للاجتماع الرباعي كلنا الحقيقة يعني نؤمل أنه يصل بالفعل إلى النتيجة المرجوة. هي إيه النتيجة المرجوة يا أستاذ يوسف بعد قرابة 5 أشهر؟ أنه يتوقف نزيف الدم الفلسطيني ولو حتى مؤقتا، يعني إن تنزلت من سقف التوقعات بفكرة الوقف الدائم لإطلاق النار إلى أن تصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة، بينما يتردد أنها 6 أسابيع أو 7 أسابيع أيا ما كان عدد هذه الأسابيع، وبعدين في خلالها الحقيقة يتم إجراء مفاوضات وتبادل المحتجزين والأسرى وغيره من هذه الموضوعات. لكن الحقيقة أنا بسأل سؤال، حتى إذا توصلنا إلى هذه الهدنة يا أستاذ يوسف، هل هناك ضمانة لاستمرارها؟ الحقيقة الخبرات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقول أنها أدمنت نكس العهود. صحيح. أنها أدمنت بالفعل الكذب والادعاء. طب هل الأمريكان يقدروا يقدموا ضمانة يا دكتور؟ إذا كانوا عايزين، لأنه أنت شايف الحقيقة حالة من حالات التناقض في التصريحات في الإدارة الأمريكية، حالة كبيرة من التناقض الحقيقة. أنا لا أفهم أنه يقول لحضرتك أنت حقك تعمل عملية عسكرية في رفح الحدودية مع مصر، وفي نفس الوقت بشرط حماية المدنيين. إيه التناقض ده؟ كأنك بتعطيله الضوء الأخضر الحقيقة أنه هو ينفذ هذه العملية العسكرية اللي هي تجعل المنطقة كلها على صفيح ساكن. حقيقة هذا التناقض الذي تغازل به الإدارة الأمريكية
الأصوات الانتخابية سواء اليهود من جانب أو العرب الأمريكيين من جانب هي التي وضعتنا في هذا المأزق. إن أراد الأمريكان الحقيقة يا أستاذ يوسف أن هم يوقفوا هذه الحرب في اللحظة التي نتحدث فيها لفعلوا، ولكن يبدو أن هناك اتفاقا خفيا ما بين الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال لتنفيذ المشروع الاستيطاني التوسعي الكبير الذي يتجاوز بكثير ما أعلنته سلطات الاحتلال من فكرة تدمير البنية العسكرية لحماس أو استعادة المحتجزين. والمسألة أصبحت هنا السطو على أراض عربية محتلة لتنفيذ مشروع استيطاني متسع والاستفادة من خيرات قطاع غزة. هذا هو الهدف الحقيقي وتصفية القضية الفلسطينية. علشان كده يمكن حجر العصر الكؤوت المستمر أمام عدم تصفية هذه القضية هو الجهد الدبلوماسي المصري والرفض المصري الصارم رسميا وشعبيا لفكرة التهجير سواء كان قسريا أو طوعيا بجعل قطاع غزة بقعة غير صالحة للحياة بتدمير البنية التحتية وتدمير كل مقومات الحياة. طيب يبقى انا مش عايز اقطع حضرتك، لكن انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي على مساله. اذا هذا الاجتماع الرباعي بقدر ما على الاقل حتى الامريكان وصفوه بالبناء، نحن نريد الهدنه، ده مما لا شك فيه، نحن مصر نريد الهدنه، طبعاً. العرب يريدون الهدنه، الفلسطينيين يريدون الهدنه، ولكن لدي زي ما كنت بقول في المقدمه انه او مقدمه كلامي مع حضرتك، انا عندي بالفعل حكومه مذهله في تشددها لدرجه تخرج حتى عن نطاق المنطق، وعندي من ناحية أخرى الأمريكان وللأسف الشديد هم القوى العظمى الشريكة في أي عملية في الشرق الأوسط، ولكنها قوى عظمى منحازة للكيان الصهيوني المحتل عسكريا وماليا وسياسيا وإعلاميا. طيب اللي هقدر يطلع بيه، وأنا هنا يعني أعني ما أقول، اللي هيقدر يطلع بيه المفاوض المصري، وده هنا معناه أن المفاوض المصري سوف يبذل جهد مضني حتى يستطيع الخروج بشيء إيجابي. شوف أنا أعتقد أن المفاوض المصري أكثر مصداقية من الأطراف اللي أنت تحدثت طبعا عنها. طبعا. ليه؟ لأن الحقيقة المفاوض المصري يتحرك دون أجندة إلا الحفاظ على القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري. ويمكن التاريخ يشهد زي ما الخبرات بتقول انه الاسرائيليين ادمنوا الكذب وادمنوا الادعاءات، التاريخ يشهد بنجاح المفاوض المصري في التوصل الى هدنات سابقه، وبالتالي هو له مصداقيه لدى كل الاطراف اللي موجوده اكثر من الامريكان نفسهم. الامريكان قد يستخدمون ادوات الضغط، لكن المصداقيه اللي هي غير موجوده الا في المفاوض المصري هي التي يمكن ان تسفر عن نتيجه بقرب التوصل الى هدنه انسانيه. وكنا قربنا الحقيقة من التوصل إلى هدنة، ولكن التحدي الإسرائيلي والصلف الإسرائيلي واستهداف كوادر حماس في بيروت وغيرها كما تعلم يعني أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. أنا أتصور أنه المفاوض المصري سوف يبذل وما يزال جهد كبير جدا، ويمكن التسريبات بتقول أنه المفاوضات هتستمر يمكن 3 أيام قادمة كمان، أنه علشان نتوصل إلى طرح تقبله كل الأطراف. كلنا أمل أنه هذه الأطراف بالفعل تقبل هذا الطرح سواء كان بقى من الإسرائيليين من الفلسطينيين. أنا ما يهمني الحقيقة يا أستاذ يوسف أن نصل إلى نتيجة مهمة جدا هي وقف شلال الدم الفلسطيني الذي ما يزال يراق حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. المفاوضات مستمرة والدم الفلسطيني الذي يراق على الأرض أيضا مستمر. الحقيقة يعني شهادة فخار للصمود الفلسطيني وشهادة عار للمجتمع الدولي، لأنه سقطت بالفعل الأقنعة التي كانت تتشدق بفكرة حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان اللي كان يتشدق بها الغرب فيما يتعلق بحق المحتل في أنه يقاوم في استهداف الأطفال والسيدات وكل الأهداف المدنية؟ أين حقوق الإنسان في هذا الإطار؟ الحياة أظن أنه المسألة انكشفت والحيلة لم تعد تنطلي على أحد. واضح جدا أنه الاحتلال أمام مشروع كبير جدا مسنود ومدعوم أمريكيا بدرجة كبيرة جدا، وما نراه الحقيقة أنا بقول دايما الأمريكان والإسرائيليين الحقيقة نجحوا ببراعة أن هم يدخلون في دائرة مفرغة من الحديث حول مباحثات ثم ترفض إسرائيليا ثم محادثات وترفض إسرائيليا، وإذا كان هناك إمكانية للتواصل فسوف تكون شهادة نجاح للمفاوض المصري كما اعتدنا. طيب أخيرا وأنا مش عايز أطول على حضرتك، هولندا على سبيل المثال دخلت على الخط بشكل إيجابي، مش هقول بشكل منحاز لقضيتنا المركزية، ولكن قالت إحنا هنوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار الـF-35. فيجي هنا سؤالي بقى،
من يستطيع أن يدخل طرفا في ضغط على الكيان الصهيوني المحتل؟ هل توجد هناك قوى أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تمارس ضغطا؟ يعني هل الصين ممكن تمارس ضغط وهي شريك تجاري ضخم لإسرائيل وفي نفس الوقت شريك تجاري ضخم لينا كمصر وأيضا للمجموعة العربية؟ هل روسيا تقدر تمارس ضغط؟ هل في حد في الاتحاد الأوروبي يقدر يمارس ضغط عملي بعيدا عن الشجب والتنديد والتصريحات السياسية؟ إن كانت هناك إرادة دولية لهذا الأمر كل هذه الأطراف اللي حضرتك تحدثت عنها تستطيع أن تمارس كل في مجال. يعني ما أشرت إليه من موقف بالنسبة لهولندا، المشكلة في إيه يا أستاذ يوسف؟ إنه الأطراف التي تتحدث عنها لا تجتمع على كلمة واحدة لأنها تسير في فلك الدائرة الأمريكية. النهاردة أنت عندك بدائل، يعني إذا كانت هولندا سوف تتوقف عن تصدير الأسلحة لإسرائيل، عندك بديل أمريكاني مستمر. أمريكا وإنجلترا هيبعت. بالضبط، عندك بدائل موجودة. الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان بقوة إسرائيل، وبالتالي المسألة مش هتفرق مع الإسرائيليين الحقيقة. إذا كانت إسرائيل بتضرب عرض الحائط بكل القواعد وكل القوانين وكل أحكام المحاكم الدولية حتى بالأعراف وبالإنسانية وبالقانون، يبقى حتى هيهمها الحقيقة أنها دولة تتوقف عن دعم بالسلاح. الدعم بالسلاح متوافر، الجسر الجوي ممكن يكون موجود من الولايات المتحدة لإسرائيل لاستمرار قصف المدنيين، وبالتالي هي مهزلة حقيقية الحقيقة، لأنه هذا الدم الفلسطيني له ثمن، وهو وأظن أنه دماء الفلسطينيين كلها يعني تدعو إلى ضرورة الثأر من جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. صحيح، أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. إذن يقف المفاوض المصري كما جرت العادة رأس حربة في مواجهة إسرائيل وأمريكا والأجانب، وبالمصطلح اللي كنا بنستخدمه زمان في الستينيات والذي أراه يجب أن يظل رائجا حتى هذه اللحظة، مصر تقف وحدها أمام الإمبريالية. هي بالضبط عاملة زي المقولة بتاعة القديس إثناسيوس لما قالوا له لما كان داخل في المناقشات بتاعة مجمع نيسية في القرن الرابع الميلادي، فقالوا له كل العالم ضدك يا إثناسيوس، فرد عليهم وقال لهم وأنا أقف وحدي أمام العالم. بالمناسبة إثناسيوس فيما بعد ذلك أصبح هو البطرك المصري في الأسكندرية، ده بالمناسبة يعني سبحان الله. يعني البطريرك بتاعنا في القرن الرابع الميلادي بيقول وكأنه يتحدث عن الشخصية المصرية حتى القرن الحادي والعشرين الميلادي، كل العالم يقف ضدك ونحن وحدنا أمام هذا العالم. فاصل وكمل الكلام. بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصل إلى مصر لمقابلة فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي وكما لقبه شعبه عزيز مصر. كل اللي قاله صح وكل اللي قاله طلع صح. معانا على التليفون دكتور إكرام بدر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور إكرام. أهلا بيك أستاذ يوسف وأهلا بك. زي الصحة كله تمام؟ الحمد لله. طيب كنا بنتكلم على انه هناك تطور ايجابي ملحوظ للغايه ويصل الى انه قد نصفه بتطور جذري في العلاقات المصريه التركيه ما بين القاهره وما بين انقره خلال يعني شهور ماضيه تمتد لقرابه العام او اقل قليلا يزيد قليلا، نصل الى زياره الرئيس التركي الى القاهره غدا ان شاء الله. كيف ترى تطور العلاقات المصريه التركيه من جهه، وكيف ترى هذه الزياره وتوقيت الزياره وهو ايضا توقيت شديد الحرج فيما يتعلق بقضيه الصراع العربي الصهيوني؟ بالتأكيد يعني هي زيارة هامة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة وهيقابل السيد الرئيس. يعني أنا عاوز أقول إن في الفترة الأخيرة، نقول مثلا في الأشهر الأخيرة، حدثت تطورات إيجابية في العلاقات المصرية التركية وصولا إلى هذه الزيارة المرتقبة غدا. أنا عاوز أقول إن الدولتين مصر وتركيا بتربط بينهم عوامل مشتركة سواء على المستوى الرسمي
أو على المستوى الحضاري أو على المستوى الديني. وبدأت يعني كان في فترة يمكن نقول نسميها برود في العلاقات لفترة، ثم بدأت العلاقات تأخذ مجراها الإيجابي في الأشهر الأخيرة. الزيارة المرتقبة غدا للرئيس التركي إلى القاهرة لها أهمية الحقيقة، سواء من حيث القضايا المتصور والمتوقع بحثها بين الرئيسين، أو أيضا من حيث التوقيت الذي تتم فيه الزيارة. وبالتالي متصور أن تكون هناك بحث، أن يكون في بحث للعلاقات الثنائية بين الدولتين وطرق تنميتها وفي مختلف المجالات الاقتصادية، مشروعات المشتركة، السياحة، التجارة، إضافة بالتأكيد إلى التوافق وتقريب وجهة النظر في القضايا السياسية المختلفة في الإقليم، وخصوصا أن مصر وتركيا كلاهما دولة إقليمية مؤثرة في المنطقة التي تتواجد فيها. الزيارة بتأتي في وقت الحقيقة بتتزن فيه المنطقة بتطورات وتداعيات خطيرة، وبالذات يعني في ملفات إقليمية متعددة، يعني ممكن نتكلم عن الملف السوداني، عن الصومال، عن سوريا والعراق، وبالذات بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، إضافة إلى الموقف في البحر الأحمر. نشوفنا التعقيدات التي حدثت في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، وده بيأثر الحقيقة ليس فقط على دول المنطقة فقط، وإنما يؤثر أيضا على التجارة الدولية. شفنا أيضا في توتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية الحقيقة في الفترات الأخيرة، والبعض بيصف ما يحدث أنه حرب بالوكالة أو حرب من خلال الوسطاء. إضافة وأخطر هذه القضايا من وجهة نظري هو استمرارية العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وعدم انصياع إسرائيل لقرارات المحكمة، محكمة العدل الدولية، وإن أعداد الشهداء الفلسطينيين والجرحى بتتزايد، أنا مش عاوز أقول يوم بعد يوم، وإنما أيضا تتزايد بين ساعة وأخرى. وخصوصا يعني أخطر ما في الموضوع التهديد الإسرائيلي مؤخرا بالاجتياح البري لرفح الفلسطيني، وده يعني يمكن أن يمثل، إذا حدث يمكن أن يمثل تداعيات خطيرة على المنطقة وتكون له نتائج وخيمة. مصر أعلنت وبطريقة صحيحة يعني فيها منتهى الوضوح والصراحة أن مصر تقف ضد تصفية القضية الفلسطينية، وتقف ضد تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان آخر. ومصر بتعمل دائما في سياستها بالنسبة للقضية الفلسطينية وفي الأزمة الأخيرة على ضرورة التوصل إلى إيقاف إطلاق النار، وإلى تبادل للأسرى، واستمرارية إنفاذ المساعدات الإنسانية. ومصر أيضا بتتحرك في هذا الإطار، وبتدعو الدول المختلفة والدول المؤثرة في سواء في المنطقة أو في العالم إلى أن تعمل لتحقيق هذا الهدف، ولحماية المنطقة من تداعيات خطيرة يمكن أن تؤثر طيب عليها. ده يخليني يا دكتور أسأل على أنه أي دول في العالم أو كل دول العالم بينها وما بين بعضها البعض بالتأكيد تباينات في وجهات نظر، ولكن أيضا هناك دول بتبقى لديها قضايا مشتركة، وزي ما حضرتك ذكرت في هناك الكثير من القضايا السياسية المشتركة ما بين القاهرة وأنقرة. وأنا بتكلم على تحديدا القضية الفلسطينية أو قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، إلى أي مدى زيارة الغد قد تؤثر على الصراع القائم على الأراضي العربية الفلسطينية؟ إحنا لدينا موقف تركي الحقيقة واضح، وعندنا موقف مصري واضح وفاعل، وفي نفس الوقت الرئيس التركي جاي القاهرة. يعني هل سوف يتم التوافق على شيء ما، تحضير شيء ما؟ هل ده من شأنه أنه يضغط على تل أبيب بشكل أو بآخر؟ بالتأكيد يعني الزيارة المرتقبة للرئيس التركي بنتوقع فيها أن يتم التوافق، وأن يتم فيها تفاهمات على عديد من القضايا، وأهمها التطورات التي تحدث في غزة والهجمة الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين.
متصور أيضا أن هذا اللقاء يمكن أن يسهم في إقناع يعني عديد من دول العالم وبالذات الدول المؤثرة، الدول الأكثر تأثيرا، سواء في كانت الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، إقناع هذه الدول بخطورة ترك الأوضاع على ما هي عليه وبضرورة التدخل لإيقاف هذه الهجمة الشرسة من جانب إسرائيل، وخصوصا وكما شاهدنا في الفترات الأخيرة أن الكل أصبح عرضة للنتائج السلبية. يعني احنا لما بنتكلم على البحر الأحمر وما يحدث فيه، طب ما هو ده أيضا من تداعيات القضية الفلسطينية ومن تداعيات الهجمة الوحشية الإسرائيلية في غزة. إذن هذا العامل يمثل عنصر ضغط أيضا على الدول المختلفة، لأن الملاحة البحرية أصبحت مهددة، التجارة الدولية أصبحت مهددة، في سلبيات بتتحملها التجارة الدولية. إذن ده في حد ذاته عامل ضغط، إضافة إلى أن اللقاء بين دولتين مؤثرتين في المنطقة وفي الإقليم وتوافقهم على وجهات نظر معينة يمكن أيضا أن يمثل أثر إيجابي على الدول الأخرى التي تؤيد إسرائيل، ويمكن أن يدفع هذه الدول إلى الضغط على إسرائيل. وأنا دايما بأكد أن إسرائيل ما كانت تستطيع أن تقوم بما تقوم به وبما تصديها للقرارات الدولية والشرعية الدولية ولقرارات محكمة العدل الدولية، ما كانت تستطيع أن تقوم بكل ذلك وأن تستمر في هذه الأعمال اللي بتسميها جرائم ضد الإنسانية لولا ما تلقاه من دعم من بعض الأطراف المؤثرة. صحيح. هي دي النقطة التي يمكن التركيز عليها ويمكن أن تدفع بها المفاوضات أو اللقاء بين الدولتين وللتأثير الإيجابي على مواقف الدول الأخرى. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. اجتماع الغد قد يتم التطرق فيه إلى أمور عالقة وتتم حلحلتها أو حلها. اجتماع الغد قد يشهد تفاهمات على أعلى مستوى وفي أحرج وأشد القضايا. اجتماع الغد قد يسفر عن اتفاقات وتفاهمات وعقودات متبادلة على مستويات الاقتصاد والاستثمار. اجتماع الغد قد يساهم في حل أو ضغط مش بس متعلق بفلسطين، ولكن قضايا أيضا تهم القاهرة وتهم أنقرة في القارة الإفريقية. اجتماع الغد اجتماع مهم مما لا شك فيه، ننتظر هذا الاجتماع ونشوف النتائج بتاعته هتبقى عاملة ازاي. اقول لك على حاجة، ما اريد انا كمواطن، انا من الناس اللي بتحب تصف نفسها مش مواطن عربي، احب اصف نفسي بالمواطن الكوني. هبقى اشرح لك ليه قصة مواطن كوني بسرعة، يعني اقول لك دلوقتي بسرعة. انا من الناس اللي مؤمنة بالقيمة الانسانية او بالقيم الانسانية العليا، كويس؟ ومن الناس اللي عندها أحلام ساذجة جدا متعلقة بأنه الإنسانية سوف يأتي عليها يوم تتحد، يعني كل المواطنين كل البشر، وساعتها يعني هنبقى عايشين في الجنة، يعني حالة أفلاطونية كده. سيبك مني، لكن عندي حلم كده يتعلق بالسياسة في المنطقة على اتساعها مش بس المنطقة العربية. بحلم بمحور فيه القاهرة وفي أنقرة وفيه الرياض وحد كمان. اعتبروه ده سؤال الحلقة، مين الحد كمان؟ يعني مين العاصمة الرابعة؟ الشطارة ان انت تمد خط، يعني مد الخط بتاع القاهرة الرياض، ده طبيعي جدا. القاهرة الرياض أنقرة ماشي، يا ترى هل ترى مين العاصمة الرابعة اللي تخلينا نعمل محور لا يقهر لا يقهر خالص؟ صح يا عبد العظيم. عبد العظيم ناصح برضه، انتوا متخيلين يا جماعة المحور الرباعي ده لو عرفتوا تجاوبوا السؤال صح، يعني
أو مين هي العاصمة الرابعة صح؟ أنتم متخيلين هذا المحور، أنا هنا بعني كلمة محور، أي تعاون عسكري على أعلى المستويات، أرفع مستوى في التعاون العسكري في هذا المحور، أرفع مستوى في التعاون الاقتصادي في هذا المحور، أرفع مستوى في التعاون السياسي ما بين عواصم هذا المحور، لا يقهر. ليه؟ لأنه هذا المحور سوف يجمع الغرب بالشرق. أنهي غرب؟ الغرب العربي بالشرق العربي بمحيطه الإقليمي. أنا بسهل عليكم إجابة العاصمة الرابعة، خد بالك، ما هو أنقرة مش عاصمة عربية. طيب العاصمة الرابعة مش عربية، كويس؟ طيب فكروا بقى، أنا عايز الشطارة أشوفها كده على تويتر على فيسبوك كده، يعني جاوبوني، يعني يا ترى هل ترى المحور ده؟ أنتم متخيلين يا جماعة اللي هيجاوبوا الإجابة الصحيحة؟ عايزكم كده تحلموا وتبقى حدودكم السماء. مين اللي يقدر يقف قدامك؟ يقف قدام محور من أربع عواصم عندها أربع أقوى جيوش في المنطقة بالكامل، أربع عواصم عندها أكبر موارد اقتصادية في المنطقة، الموارد البشرية، المواد الخام، الطاقة، الفلوس، القدرة والتأثير السياسي، يا نهار أبيض، الغاز الطبيعي، البترول، يوه إيه ده؟ الزعفران، إيه ده؟ الزعفران دي في كفر الشيخ، إيه ده؟ ده حلم أراه قابلا للتحقق والتحقيق، أراه بات قريبا في واقع أتمناه قريب، أو مستقبل أتمناه قريب، قد يكون مستقبل متوسط الأمد. ساعتها بقى لما هنيجي نخش في مفاوضات مثلا حل الدولتين، ولا واشنطن ولا لندن هيعرفوا يقولوا لك بم، لأن أنت هتبقى محور مخيف، محور مخيف، مش محور للتوسع الإمبريالي، مش محور علشان نرمي حد في البحر، مش محور علشان نخلق عداوة، مش محور علشان نشن حروب ونعمل عدواء إطلاقا إطلاقا، بس محور علشان العالم يعمل لك ألف حساب، من هنا لهنا لهنا لهنا، الشاطر يعرف يحل الخريطة اللي أنا عمال برسمها بإيدي. طب أجيلك من القاهرة؟ طب من هنا لهنا لهنا لهنا، وممكن تيجي من هنا لهنا لهنا لهنا، والله انت وشطارتك بقى في الخرائط وفي الجغرافيا. املي طيب، على العموم فكروا في المساله دي، واتمنى حتى ان انا اشوف في وقت من الاوقات تحليلات وتوقعات واستقراء سياسي لمثل هذا المحور، السياسيين اليوم في السياسة بجد وفي التحليل السياسي وفي القراءة السياسية المستفيضة وفي قراءات سيناريوهات المستقبل إلى آخره، يستطيعون جدا أن هم يكتبوا في ده، وأنا عارف أن هم فاهمين أنا بقصد إيه كويس. أتمنى أن أنا أشوف مقالات بهذا الشكل وبهذا الصدد، يعني قدر الاستطاعة، عايز أشوف أبحاث قدر الاستطاعة، أبحاث في الاقتصاد السياسي، أبحاث في العلوم السياسية، تحديدا فيما يتعلق بهذا المحور يا سادة يا كرام، أتمنى ذلك. حصلت، وأنا هنا بنتقل لحكاية تانية أو حدوتة تانية، وهي حدوتة مؤسفة أو حدوتة مأساوية. شاب في عز 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 شبابه، قوته وصحته، اسمه عبد الرحمن أسامة. عبد الرحمن أسامة بيلعب كونغ فو، رياضي يعني مفيش بعد كده لياقة بدنية، الله أكبر ورحمة الله عليه. توفي، هو سقط فجأة. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ فجأة زي ما حضراتكم شايفين، هو في الماتش، هو في الماتش، فجأة حبيبي الله يرحمه وقع. ايه اللي بيحصل؟ التشخيص الاولي اصيب بشلل رباعي. يا نهار ابيض، ورقد عبد الرحمن في هذا السرير 10 ايام وتوفي. طيب هذه ما يطلق عليها بطولة. طب
هل هذه البطولة أو المسابقة رسمية ولا غير رسمية؟ الإجابة غير رسمية. وقع عبد الرحمن زي ما حضرتكم شفتوا في الصورة اللي فاتت، نقل للمستشفى، الدكاترة قالوا ده شلل رباعي، 10 أيام وفارق الحياة وقابل وجه رب الكريم، قابل وجه ربي الكريم. معانا على التليفون كابتن محمد عبد اللطيف وهو عم الفقيد عبد الرحمن. اهلا بيك يا فندم والبقيه في حياتك وربنا يصبركم. بقاء لله العزه والدوام لله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ ده حصل حادث مؤسف. يعني عايز اتكلم مع حضرتك، انا طبعا بقدر حضرتك وبحترمك وبجلك يا فندم. العفو على راسي يا فندم. العفو العفو يا فندم. ده سبوبه رياضيه يا فندم، نصبايه من مدرب واتنين مدربين قاعدين مع بعض، اوهموا الولاد ان في بطوله كونغ فو تبع المنطقه احنا هنعملها باشتراك 200 جنيه. عبد الرحمن زي ما حضرتك شاب، ابوه زرعه عشان يحصد ثمره زرعته، 19 سنه، شاب مؤهل متوسط، كان بيشتغل في يوم ويروح يلعب في يوم يا حبيبي. فحضرتك جاي قال لي يا عمي انا هشترك في بطوله كونغ فو في نادي في عندنا في بني سويف. قلت له يا ابني العب مفيش مشكله، ما في النادي المحترم واكيد البطوله كويسه ادام في تحت مظله نادي محترم. فوجئت حضرتك ان اتصال بيجي لي تليفونيا وقت الحادث من اخويا، الحق عبد الرحمن وقع ومش بيتحرك. فانا رايح على اساس ان انا رايح في النادي اللي اعلن لعبد الرحمن انه هيلعب فيه. فوجئت ان معموله في صاله خاصه، بدروم تحت عماره متجهزه كصاله سبوبه. فالولد وقع على البساط، واحنا طبعا بتوع تربيه رياضيه عارفين ان بساط كونغ فو مساحته 8 في 8. لا ده حضرتك 3 متر في 4 متر، ده عوائق وحوائط. اوضه، الله ينور على حضرتك، اوضه محطوطه عامل فيها الايه الماتش وحكام وناس واكثر يعني من 100. عمليه اصلها دي باكيه جراج. 100 150 عيل ما شاء الله موجودين بيتصارعوا او بيتنافسوا على شهاده وورقه وحته ميداليه عشان الم فلوس. عبد الرحمن حضرتك جاله كسر في الفقره الخامسه والسادسه نتيجه الوقعه اللي وقعها. ما علينا ان ممكن وارد انه يصاب، وارد انه لاعب بيلعب يقع، انما انا حضرتك بقى بتاع تربيه رياضيه وبتاع نشاط رياضي طبعا. اشيل الولد، انا اسف للجمهور، زي الشوالة على كتفي وانقله لأوضة المدرب، وانا راجل فاهم وعارف ان ولد وقع وبيقول يا ظهري احتمال يكون في حاجة في العمود الفقري، يبقى يسيبه مكانه لحد المتخصص والمسعف. ده انا يا فندم ولا تربية رياضية ولا حاجة، لكن اللي نعرفه اول حاجة اسعافات اولية، واحد وقع ما بقربلوش، ما بقربلوش اكلم مسعف، عارف هيحركه ازاي. ده المفروض ان حضرتك ان البطولة تقام لازم اخطر امن، لازم اخطر اسعاف، لازم اخطر مديريه الشباب والرياضه طبعاً. لازم اخطر الاتحاد بتاعي ان انا عندي تجمع وعندي بطوله وعندي 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 وعندي. الولد راح المستشفى، رحت اولا المكان لقيت الولد على السرير، فبسال الجماعه طبعا انت عارف الشباب بقى حواليه بيحركوا رقبته، بيحركوا بيدي، بيحركوا جسمه، ما هو محدش فاهم، ما هو محدش قال. قلت لهم سبوه. عبد الرحمن قال لي يا عمي ظهري واجعني، وقلت له طب ارفع ايدك، قال لي مش قادر مش حاسس بيها. قلت لهم بس سبوه. ابوه جري، المدرب المحترم حتى ما كلفش خاطره يتصل بالاسعاف ويجيبها. ابوه اللي راح جري راح جاب الاسعاف من المرفق بتاع الاسعاف عشان يشيلوا الولد. طبعا البساط نفسه مساحته غير قانونيه، البساط غير مجهز للوقوع وتلقي الصدمات بتاعه الولاد. فوجئت حضرتك كمان ان البطوله غير رسميه. ما اتصلت بدكتور عمرو اسماعيل نائب المدير التنفيذي للاتحاد كونغ فو، بيقول احنا ما نعرفش حاجه عن البطوله دي. اتصلت بمنطقه كونغ فو بني سويف، ما نعرفش حاجه عن البطوله دي. النادي اللي اتحط اسمه
النادي اللي اتحط اسمه عندهم علم على البطوله؟ النادي اللي طالع منه كارنيه عبد الرحمن ما يعرفش ان الولد مقيد عنده، والمدرب ده ما بيدربش في النادي ده، يعني الكارنيه كمان مزور. الله، ما دي سبوبه ونصبايه. يعني الكارنيه اللي طالع اما بحثنا عليه في مديريه الشباب والرياضه، والجماعه مشكورين شكلوا لجنه عشان يبحثوا الموضوع، اكتشفوا انه مش مقيد في النادي بتاع التطبيقيين اللي هو طالع باسمه الكارنيه. وقالوا المدرب ده مش عندنا واللاعب ده مش عندنا. طب عبد الرحمن جات الاسعاف ونقلته على مستشفى، صح كده؟ نقلناه على المستشفى التخصصي، المستشفى التخصصي عملنا الاشعاعات المبدئيه، وطلب مننا رنين مغناطيسي، وطلب مننا اشعه مقطعيه، رحنا عملناهم ورجعنا. الدكتور قال يا جماعه انا ما عنديش رعايه تاخد الحاله دي. الحاله دي حاله خطر، قدامك طريقين تتجه عليهم، يا تطلع على القصر العيني في القاهرة يا تطلع على مستشفى الجامعة بني سويف، ولو لقيت حاجة في مستشفى الجامعة يبقى أفضل، لأن نقله في خطورة. هي كانت الإصابة إيه؟ كسر في الفقرات العنقية، الفقرة الخامسة والستة، أدت إلى ضغط على الحبل الشوكي، عملت شلل رباعي. أوبا. هو طبعا حضرتك اتجهنا لمستشفى الجامعة واتصلنا بالمسؤولين ومجلس الوزراء، وفروا لنا الله يكرمهم رعايه، والولد اتعامل هناك بمنتهى الحرفيه ومنتهى الاهتمام. وقعد في العنايه المركزه ما يقرب من 10-12 يوم، بس المشكله ان الحاله الصحيه بتاعته تدهورت من رقدته، جاله ضمور في الرئه، ضغط كذا ضغط كذا، ما قدرناش نعمل عملية اللي المفروض تتعمل، والأمور ساءت إلى أن توفاه الله. اللي عايز أقول لحضرتك كمان المعلومة اللي جات لي وأنا في عزاء عبد الرحمن دلوقتي، إن المدرب المحترم بيقول لزميله مدرب المحترم وبيقسموا التركة بعد ما البطولة خلصت، وبيقول له أنا دفعت 1600 جنيه رنين مغناطيسي، مع إن أنا اللي ساحب من فيستي أنا الفلوس ورحت دافعها للمستشفى بايدي. طب قدمت بلاغ ولا لا؟ قدمت يا فندم بلاغ في الاسم، وعملت محضر وتحول للنيابه، وامبارح كان قرار النيابه بعرض الجثه على الطبيب الشرعي، وطبعا كتبوا تقاريرهم، ومثل في انتظار بقى تقرير النيابه وقرار النيابه. ربنا ينصفكم، ربنا ينصفكم. حق عبد الرحمن، حق عبد الرحمن دلوقتي في رقبة مين؟ حق عبد الرحمن وحق اللي جاي بعد عبد الرحمن يلعب في الصالات الغير مرخصه في رقبة مين؟ يعني المدربين اللي بيعملوا سبوبه رياضيه ومال رياضي فاسد في رقبة مين؟ هي كده بقى، في عندنا حاجتين. اول حاجه انه لازم يتم محاكمه المسؤولين دول الاثنين، المدربين او المدرب ايا كان، اللي قاموا بقى بواقع التزوير لكارنيهات، واللي راحوا حجزوا في صاله غير مجهزه بشكل سليم، وفي نفس الوقت اللي قاموا باجراءات نقله علشان خاطر بطريقه غير سليمه طبيا، قد تكون ادت بالفعل لمضاعفات. فدي فيما يتعلق بقصه عبد الرحمن نفسه بشكل مباشر، وربنا ينصفكم فيها. لكن في القضيه الاكبر، الا وهي هو ازاي يتعمل نوع من الماتشات لرياضه فيها رياضه من الرياضات القتاليه دون حسيب او رقيب او مراجعه او متابعه؟ ازاي يعني؟ طبعا طبعا. ازاي يا فندم؟ ما كل مدرب دلوقتي فاتح اكاديميه او فاتح صاله عايز يلم زباين اكتر، وعايز يلم ناس اكتر، فيفرح اولياء الامور بميداليه وشهاده عشان كل واحد يقول انا ابني بطل. وهي عمر الصالات دي ما بتطلع بطل، الصالات دي بتطلع يعني جهلة رياضيا، بتطلع معاقين، بتطلع ناس بتتقتل من الإهمال. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه ويسامحه يا فندم. أنا أحتسب عند الله شهيد بإذن الله، نحتسب ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته ويصبركم، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينصفكم ويجيب حق ابننا عبد الرحمن. انا من منصتك الاعلاميه محترمه بقول حق عبد الرحمن اسامه عند مين؟ بطالب وزير الشباب والرياضه، بطالب المسؤولين عن قطاع الرياضه، بطالب المسؤولين عن الاماكن دي وترخيصاتها،
يراجعوا نفسهم، ولادنا زهره شبابنا زرعنا بيضيع. لازم نلحق الولاد، لازم نلحق الولاد. انا بشكرك كابتن محمد عبد اللطيف وهو عم الفقيد عبد الرحمن اسامه، مره تانية البقيه في حياتكم، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينصفكم ويجيب لكم حقه. الف الف شكر. اعتقد ان الاوان ان احنا نروح لفاصل. بعد الفاصل اللي مهتم بالاسعار، حضراتكم مهتمين بالاسعار، طيب تعالى خدها لك كده واحده واحده. مين مهتم باسعار الدواجن؟ خليك معايا. مين اللي مهتم بسعر الخضار والفاكهه؟ خليك معايا. مين اللي مهتم بسعر كل ما هو مواد تموينيه؟ برضو خليك معايا، علشان احنا فقرتنا الرئيسيه في الحلقه هتبقى الحقيقه مع مجموعه من الضيوف، هنتكلم معاهم على مساله ماذا عن الاسعار بعد هبوط الدولار حتى تلاقيها موزونه. هيبقى في معانا استاذ مات تبشاي رئيس لجنه التجاره والتموين في شعبه المستوردين في اتحاد الغرف، هيبقى معانا استاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضر والفاكهه في الغرف التجاريه، هيبقى معانا الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن في الغرفه التجاريه. ولكن قبل هذا كله عايزين نتكلم على ان احنا لازم نقضي على اي شكل من اشكال الزيف والنصب، وخصوصا في السياحة وفي السياحة الدينية وفي رحلات الحج والعمرة، واتكلمنا عليها قبل كده لو حضراتكم تتذكروا، يعني اتمنى تكونوا متذكرين ان احنا كنا بنتكلم في مثل هذا الكلام الاسبوع اللي فات. ويعني طيب في عمليات نصب، لازم نقضي على البرامج السياحية الزائفة، عمليات النصب اللي بتتعمل في ما يتعلق ناس بقت بتنصب في الحج والعمرة. اللجنة بتاعت الحج والعمرة أصبحت بتناقش مشروع نظام مخصص خاص جدا لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية. طب أنا عايز أعرف إيه اللي بيدور في اللجنة. طبعا لازم هروح للأستاذ ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة. أهلا بيك يا ناصر بيه. اهلا يوسف باشا، ازاي الحال يا سعاده الباشا؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يخليك. قول لي بقى، يعني انا عارف احنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا لازم يتم اتخاذ مجموعه من الاجراءات وما الى ذلك، وانتوا عندكم دلوقتي اللجنه واظن بداتوا تناقشوا اليه ما. ناقشنا اقتراح رفعناه لمعالي الوزير وزاره السياحه. حلو. انه اصلا القانون رقم 72 لسنه 21 حدد البوابة مختصة بتأشيرات العمرة والزيارات سواء السياحية أو الشخصية. حلو. إن دول لازم يبقى وفق برامج من خلال شركات سياحة، وأي شركة تخالف هذا البرنامج تتعرض لعقوبات تصل لحد الإلغاء، وأي حد يشتغل في المجال دون ترخيص من وزارة السياحة يتعرض لغرامات تصل ل 2 مليون جنيه والحبس بمدة سنة طبقا للقانون. فمعنى كده ان احنا لازم نفعل القانون. نفعل القانون ازاي؟ ان احنا نلتزم ان الشركات تلتزم بتنظيم برامج وليس نظام ان احنا نديره بس كيو ار كود لمجرد ان هو يخرج ويدخل بكيو ار كود. لا، احنا كده بنهدر موارد للدوله، لانه اصلا اللي بياخد تاشيره ده بيروح لمكاتب بيعمل بصمه وبيدفع رسوم بالعمله، يبقى في الباب اولى انه يطلع منظم من خلال شركة مرخصة. صح. وطبقا للقانون اللي هو سنة 21. احنا الموضوع مشكلتنا ان وزارة السياحة فقط هي اللي بتواجه العميل، في حين ان البوابة مربوطة بالمنافذ ومربوطة بشركات الطيران، فلازم كل وزارة من دول تؤدي دورها مع وزارة السياحة، لا تترك مفتشي وزارة السياحة عرضة للمواطن ان هو يخش معهم في اشكالية. ولازم الاعلام نعمل حملات توعية ان المواطن لازم يعرف حقه ويرجع لشركه مرخصه طبقا للقانون، ولازم الكلام ده ان الوسطاء اللي بيشتغلوا في المهنه دي يعرفوا ان في قانون وفي عقوبات هتطبق عليه تصل لحد الغرامات وتصل للحبس. فمعنى كده انه تفعيل القانون هو الاساس، وان لازم تطلع في برامج منظمه حتى الدوله تاخد حقها في الرسوم والضرائب، انما اللي بيحصل لا رسوم ولا ضرائب، والعدد اللي طلع لغايه دلوقتي 150 ألف طلعوا دون تنظيم. يبقى معناها ان احنا عملنا بوابه ليه؟ طب عملنا قانون ليه؟ يبقى لازم نفعل القانون،
ولازم الدولة تاخد حقها طبعا. والمواطن ياخد حقه وكل واحد يبقى ماشي وفق القانون لأن احنا دولة مؤسسات ودولة قانون. طبعا 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 طبعا. نشكرك جدا ناصر بيه، كل الشكر استاذ ناصر ترك عضو اللجنه العليا للحج والعمره. وانت حتى كمواطن يعني خد بالك، ما انت لازم تحافظ على ان انت تبقى رايح لشركه عليها القيمه وشركه مترخصه وتعمل لك برنامج وما الى ذلك. ما تخليش حد يعمل عليك سبابيب، ما تخليش حد يعمل عليك سبابيب. بصوا احنا هنتكلم طبعا على رمضان حبة حلوين يعني، انا بس المشكلة ان احنا عندنا زي ما بقول لكم مجموعة كبيرة جدا من الضيوف ومحتاجين نتكلم عنها، نتكلم ازف معاهم ونتكلم على مسألة الاسعار وعلى يعني لقمة العيش وعلى الاكل والشرب والمام والاسعار، ونعرف منهم يا ترى هم ليه ما بينزلوش الاسعار، ولو قالوا ان احنا خلاص قربنا ننزل الاسعار هنقول لهم امتى، ولو قلنا لهم انتوا كنتوا بتغلوا الاسعار اول ما الدولار يطلع يعني بعد ساعة نلاقي السعر زاد، هم لما السعر بينزل ما بتقللوش الاسعار ليه الى اخره. هذا لا يعني لان انا ما بشركوش بانه مسلسل كامل العدد في جزء الثاني موجود على شاشات المتحده في رمضان 2024. معايا على التليفون واحد من فنانيني المفضلين اللي انا بحبهم جدا، شريف سلامه. الو الو. هاي هاي يوسف، ازيك؟ هاي ازيك يا شريف، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. شريف أنا بحبك، بحبكم كعيلة بالمناسبة يعني. ربنا يخليك والله. ربنا يخليك يا رب. يعني تنورنا في بيت العيلة بقى في كامل العدد مرة. يلا بينا مش كده؟ أحاول أجي أكمل العدد، أنتوا دايما كاملين، أنتوا دايما كاملين، ربنا دايما يكملكم. وتنورنا دايما والله. يا رب يخليك يا شريف، أنت دايما الحقيقة متألق ومتجدد ومفاجئ. ربنا يخليك جدا يعني. مرسي يا يوسف جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا شريف. شريف احكي لي على كامل العدد اتنين، يعني مش هقول لك افتش لي السر بس يعني ايه شويه تيزرز كده نحاول ان احنا نخلي الجمهور يبقى قاعد مركز معانا. ده لمصلحتي، انت كده كده الناس هتشوفك، انا بلعب على مصلحتي. ايوه ايوه ايوه, أيوة. لا لا الكامل عدد اتنين ان شاء الله في مفاجآت كتير قوي، في تطورات في الاحداث، في شخصيات الولاد بيكبروا بحياتهم بمشاكلهم كده، وفي مفاجآت كتير قوي وحدوته انا يعني كنت مبسوط قوي وانا بقراها ومبسوط قوي. احنا قربنا نخلص اهو ان شاء الله، يعني قطعنا تقريبا 70% او اكتر يعني، فانا سعيد جدا بالجزء الثاني واتوقع له نجاح اكبر بكتير من الجزء الاول ان شاء الله. احنا ممكن نسمي الانواع دي من الاعمال كوميديا اجتماعيه. طبعا 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 كوميديا واقعيه. جدا واقعية. وده حقيقي صحيح يعني. ايوه كلنا بس الشات ان الاحداث حقيقيه وان الولاد حقيقيين والشخصيات حقيقيه وليلى واحمد يعني مسوا الناس لانهم شبه الناس وشبه مواقف الناس واللي بيحصل، فده حاجه انا سعيد بيها جدا جدا ان الواحد بيشارك في عمل يعني محترم بيرقى بالذوق العام زي كامل عدد. تعرف احنا قعدنا فترة طويلة ما كناش بنشوف النوع ده من الدراما يعني. أيوة. كان دايما تلاقي التركيز في الدراما اكتر زي الافلام اكتر على الاكشن اكتر مما مزبوط. ينبغي اكتر مزبوط. مما ينبغي يعني بقينا بنتنفس اكشن يعني دلوقتي بقينا بنشوف الوان مختلفة وحاجات مختلفة زي ما شفنا رمضان كريم وزي ما بنشوف أيوة. كامل العدد وهكذا أيوة. يعني عايزين نشوف نفسنا ونشوف مجتمعاتنا ونشوف بيوتنا. والله ده المطلوب يا يوسف. ايوه الدراما حقيقيه من واقع، احنا حياتنا فيها دراما وتفاصيل كتير جدا تنفع مسلسلات وافلام. صح صح. احنا دايما بنتسرع في فكره الاكشن والسسبنس وكده، وطبعا اعمال محترمه جدا وانواع يعني نفخر بيها برضو، بس انا بحب بصراحه النوع الاجتماعي اللي بيمس الناس وبيمسني انا شخصيا، وانا بلعب الشخصيات بحيث انها حقيقه، فده بيقربني اكتر للشخصيه وللناس ان اقدم لهم حاجه حقيقيه بيشوفوها وعايشين معاها. مظبوط. كمان علشان انت حقيقي جدا 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 يا شريف، حقيقي. ربنا يخليك يعني. ميرسي ميرسي والله بجد بامانه شديده يعني. ربنا يخليك، متشكر متشكر جدا. احنا اللي شكرا وربنا يوفقك، كل سنه وانت طيب مقدما كده. ميرسي وانتم طيبين. ونشوفك قريب باذن الله. رمضان ان شاء الله قريبا ويبقى سنه جميله
وفيها كل الخير لكل الناس ان شاء الله. يا رب يا رب، الف 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 شكر ليك، ربنا يوفقك يا رب، كل سنه وكلنا طيبين، اللهم بلغنا رمضان. فناننا ونجمنا شريف سلام، مفاجئ جدا بامانه يعني. طيب عبد العظيم بيقول لي بريك ليه فجاه قطمتني كده بمشرط بكتر، خلصت عليا يا عبد العظيم. عايز اشكر في انا فعلا بحب شريف، والله ما بهزر، وبامانه شديده من ضمن يعني شريف من جيلنا، ممكن اصغر مني سنه سيكه كده زي ما بيتقال، لكن هو جيلنا يعني، من الناس اللي متطوره جدا ومفاجاه جدا. وهتلاقي انه كل شخصيه بيلعبها شريف خلال المواسم الماضيه مختلفه، وانا اظن انه حتى وهو بيعمل كامل العدد اتنين هتلاقيه هو مختلف عن كامل العدد واحد، لانه بمنتهى البساطه هو عارف انه الشخص نفسه اصبح اكبر سنا، اكثر نضجا الى اخره، فهيبدا يديلك انطباعات جديده، هيديلك روح جديده جوه المسلسل وما الى ذلك. حضره المتهم ابي ماله يا عبد العظيم؟ طبعا طبعا لا، رمضان كريم زي ما كنت بقول، يا نهار ابيض رمضان كريم الجزء الاول ده، رمضان كريم فتحي عليم، كان اخراج سامح عبد العزيز. سامح صاحبي، انا بنحاز لاصحابي، انا لازم ابطل الحكايه دي، بس انا بحب سامح قوي يعني. بصوا احنا هنروح للفاصل ونرجع بقى نتكلم على الايه، الترلملم، الاسعار يا ملاح، الاسعار يا رجاله، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. ضيوفنا ينورونا في الاستوديو فورا بعد الفاصل. بيقول لي الدنيا حلوه، متى بيقول لي الدنيا حلوه؟ احنا قد انت كام سنه يا متى؟ 42. طب ده انا عجزت عنك كتير، ده انا 49. امي قالت لي ما قلتش عندي كام سنه. فالاول منورين، ربنا يبارك فيك، مرحبا بكم لسه، احنا خليك منورين، متى بشاي منورنا، ربنا يخليك. استيراد بقى الحاجات الحاجات التموينيه والسلع المستورده الجميله الظريفه وما الى ذلك، الرخيصه الرخيصه جدا اللي احنا انا بخش السوبر ماركت اقول له محل ايه نزل لي المستورد. بالظبط، فرحه مع كل ده فرحة. على قد الايد حتى. طبعا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن منورنا، قال لي ارقام مخيفه النهارده. والله العظيم حاجه، الصديق العزيز حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضر والفاكهه، وقال لي بص خضار والفاكهه ليهم مرطرتين بارخص الاسعار. ده فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على النبي، فضل ربنا. والله العظيم. طيب ابدا من فين؟ هنبدا بالراجل اللي قاعد لوحده. متى احنا الدولار نزل. نزل كتير ولا قليل؟ هو نزل. صح؟ متفقين؟ يعني كان وصل طيب لحد ال 75. كمل اوكي. وبعدين حصل شويه حاجات ايا كانت ايه هي، اتفقنا، فضل ينزل 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 ينزل، لمس 50.5، وبعدين بدا يطلع 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 يطلع، عامل له على الابلكيشن بتاع، تخيل نزلت الابلكيشن دي مجرمه. تخيل. طيب 58 14 قرش. ممكن تقولي لا بص يوسف السعر في السوق بتاع الدولار مش كده، هيعمل له 60 62 ماشي، بس الاسعار ما بتنزلش ليه بقى؟ يعني قول لي المعادله اللي ما بين، بما انك راجل بتستورد بقى او يعني ضالع في مساله الاستيراد، ايه السر ورا ان الدولار لو زاد النهارده الصبح الاقي الحاجه بتسعر على الغالي بالليل بالكتير تاني يوم، لو الدولار قل يقول لك لا استنى بس شويه قدام هتسمع. خلصت دوس. ازيك عم يوسف؟ ازيك عم مت؟ بص بقى القصه، هو زي ما انت قلت هو الدولار نزل فعلا. نزل امتى ونزل قد ايه وفي قد ايه؟ ده نزل كده وقعد كتير، قعد اسبوع. طب وطلع لحد المستوى اللي كان عليه؟ لا لسه ولا هيطلع. وانت بتقول نزل ل 50، انا بقول لك نزل عن 50. 48. تمام. كام يوم هو دلوقتي بكام زي ما انت قلت على الابلكيشن؟ حلو، 58 14 قرش. السؤال بقى من 75 ل 58 يعني نزل قد ايه؟ طيب نتكلم نقطه تاني، التجار والمستورد نزل 17 جنيه، 17 من ال 75 يعملوا كام في المية؟ 15%؟ 17؟ 22%؟ 20؟ 5؟ 30%؟ السعر بقى نزل كده؟ لا طبعا، ومش هينزل كده. ليه؟ اقول لك ليه. احنا كمستوردين وتجار، كمستوردين هنقسمهم اتنين برانش، مستورد الادوات المنتجات تمت الصنع اللي انا وانت بننزل، لا موبايل، كوبايه،
موليا نو فاينل برودكت خلاص. ده الله يعينه ده واقف واخد على عينيه بقاله سنتين ماشي. 14/2 من سنتين او سنتين وشويه كان القانون بتاع الاعتمادات المستنديه. فده يعني ده الله يعينه خلاص متفقين. في عندك تاني المستورد بتاع المنتجات اللي ليها حق الاستيراد في نظير ان الدوله بتوفر له الاعتمادات والعمله بتاعته اللي هي ايه؟ اكل شرب مواد خام مستلزمات انتاج. بيخش مساء الخير انا عايز اعتمادي بتفضل حضرتك في اللي بتجيب ايه؟ انا بجيب منتجات غذائيه وادويه. بيتعطل شويه بسيطه بس بتفتح لا استاذ بقى انا معلش اسف بتفتح له اعتماده. ما فيش اعتماد ما فيش بياخد وقت ما فيش. طب تعالى نكمل تعالى نكمل. بس كان انا اصل انا بستورد جاي تمام جاي لك يا دكتور جاي لك انا بقول ما فيش معايا يا استاذ يوسف. فانت دلوقتي عندك اثنين عندك اثنين المستورد اللي هو بيجيب الحاجات وعنده حصيله دولاريه ومسموح له ان هو يستورد ده بيجيب عادي. المستوردين اللي هم يمثلوا لا يقل عن 70% من مستوردين مصر في بلد بتستورد 70-80% وارداتها 65% معايا. انت عندك ده اي حاجه بتحصل في الدولار بتسمع في السوق انسى. وحاجه تاني المستوردين دي بيه بيستوردوا بقالهم سنه وشويه بكام؟ ب 40 وب 50 وب 45 وب 47 وب 60 وي 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 هوبا نزل كام يوم يا استاذ يوسف؟ نزل 4-5 ايام. احنا كمستوردين كنا ما بيسمعش مشكلتي ما بيسمعش يا طب ليه بيسمع لما بيعلى وما بيسمعش لما لا 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 لا, لا بص الكلمه دي ما ينفعش تتقال في الوقت ده عشان احنا كمستوردين كنا مسمين ان ده بانيك ويك. يعني ايه بانيك ويك؟ اسبوع الذعر والهلع. هلع ليه؟ الناس مشتريه ومسعره. طب هننزل طب نيجي نشتري من السوق الموازي لا احنا ما بننفذش انتوا بتسمعوا بس بيشتروا بس ما بي... ليه دخلنا في الهسل ده في الفترة دي كلها ان احنا مش عارفين نسعر وفي كده وفي نفس الوقت وفي الاخر بنتهم ان احنا الاسعار ما بتنزلش. انا بقول لحضرتك الحل الوحيد عشان ينزل الاسعار ان انا اخش للبنك اخد دولاري اخده بقى ب30 اخده ب40 اخده ب50 من البنك. المهم ما تخلينيش اروح تحت البنك الاقي ما تخلينيش تحت رحمة السوق الموازي عشان ايه يبيع ويشتري فيا وانا النهارده الحق ده هيوصل 70 الحق ده هيوصل 60. احنا دي لوحديها في سعرين سوق صرف في الاسواق تنسى ان يحصل فيه ثبات في الاسعار. عارف زي ما كنت بتكلم مع صديقي حاتم نجيب ما بيقول لي على البصل كنا بنتكلم على البصل مش هنتكلم على كل التفاصيل. فقلت له لا 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 ما تقوليش كده ده انا عضو مجلس نواب هقول لك حاجه على الاستيراد عشان ايه واحنا بنلف كده في الجلسه. انا شيوعي ومساله الاستيراد بالنسبه لي دي كارثه. اوكي بس وفي نفس الوقت هقول له وفي نفس الوقت ما عنديش مشكله طالما انا محتاج والسوق مستعد ما عنديش ازمه. وانا في رايي وهرجع لك بس بعد ما اروح لدكتور عبد العزيز والله لو السوق السوداء بتاعه الدولار هتتلاعب بينا كمستوردين شكرا انا مش عايز استنى شويه لحد ما اشوف البضاعه بتاعتي هعمل ايه. الا لو انه عندك سحب مهول للدرجه دي وفي قوه شرائيه واسعه للدرجه. انا راجع لك راجع لك بس عايز عشان دكتور عبد العزيز عايز هاخد نفس الكلام وهرجع على الدواجن. انا عايز اكمل شويه حاجات من اللي قالها. كمل. اولا استاذ متى قال حاجه مهمه جدا وجود سعرين للصرف من اكبر المشاكل. وخلي بال حضرتك انت قلت حاجه دلوقتي لا نستطيع. انا في لجنه في مجلس الوزراء اسمها لجنه تبع السلع الغذائيه وعندي سلع استراتيجيه استحاله ان انا ما اجيبش سلع استراتيجيه زي ما انت قلت فعلا بستورد 60 ل 65% في حاجات عاليه وفي حاجات واطيه. انا بستورد ذره حوالي 80% الصويا 95% زيوت 97% يمكن القمح 40 45 عندي في حاجات تشكيله لكن الاساس لا استطيع باي حال من الاحوال لان احنا عندنا حد معين لا نستطيع ان نقل عنه. ماشي. ايه اللي خلانا في كورونا كنا كويسين؟ لان الرئيس قال كلمه مهمه جدا قال لك ان انا الاحتياط اللي انت عندك الثلاث اشهر عنده ست اشهر فبقى عندنا احتياط ست شهور فما كانش عندي مشاكل خالص. العالم كله عنده مشكله وانا عندي غلي شويه عيني كانش عندنا لكن عندي في الركوب لكن خالص. لكن كان خالص. عندي الوفره كانت متوجده عشان كده اول ما جت المشكله جت لما قلنا نعمل اعتماد مستندي وده بتكلم عن الازمه بتاعت الدواجن من 22 لما حصل الاعتماد مستني انا كان عندي احتياط استراتيجي 16 و 17 لما ما فيش اعتمادات بدات يتتاكل الاحتياط المتواجد داخل مصر ما عنديش احتياط استراتيجي.
طب اتاكل فراخ ايه؟ مفيش اكل. بدا يعملوا ايه؟ يقتلوا الكتاكيت. وانت فاكر المشكله دي طبعا. فاكبر مشكله واجهتنا، وعشان كده بقول لك ان الازمه دي رغم ان هي كانت كبير، لكن بالنسبه للازمه الحاليه اقل، لان كان عندي بند واحد مستلزمات الانتاج هي الخلل اللي عندي. ما زعلش مني، زعلش مني، لا مش هزعل منك. مساله اللي حصل صحيح ما كانتش كتيره ولا واسعه، مساله يلا اقتل الكتاكيت اقتل الكتاكيت دي حركه امريكاني قوي. هو مش لاقيين اكلهم، اعمل كده ليه؟ صح يا دكتور، بيعها. مفيش، لا 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 قال لي انا عندي 65 الف كتكوت، خدهم ببلاش وروح وزعهم. انا مش شرقيه. الله احسن. رحت ناس. رحت كلمت الناس يا جماعه، اكتر ناس كرمه في الدنيا. الله يعزك. الله. اخوانا احنا عندنا 65 الف انا وديهم لهم ببلاش. قلت انا اجيب عربيات على حسابي. والله العظيم ده حصل. قالوا لا 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 لا، ده انت شكرت العلف. ايوه المشكله في العلف منين؟ يا استاذ يوسف، لا العلف استيراد اصلا، مشكله ما كانش في علف، ما كانش في اكل. لكن انا بتكلم النهارده، طب الاسعار غاليه وعندي مشكله ليه؟ لان المشكله تفاقمت. انا كان عندي مشكله في 22 لاول 23 مستلزمات انتاج، انا النهارده عندي مستلزمات انتاج، عندي الادويه البيطريه عندي مشاكل فيها، واللقاحات عندي مشكله في الطاقه في فصل الشتاء، فبقت عندي المشكله الثلاثيه بدل ما كانت واحده، بقت عندي مشكله كبرت وانا مش قادر، وانا عندي خلل جسيم. حينما تكون لديك ازمه وانت راجل في بتاع اقتصاد، مفروض ان انا بعرف اسباب الازمه واحط الحلول واقول ان انا ما تتكررش مره تانية. طب انا الازمه كانت عندي، فمن المفترض اصلا يبقى عندي اداره للازمه. مفروض اللي حدث في 22 و3 ما يحدثش تاني خالص. خلاص انا اتعلمت، زي ما اتعلمت في 2006 من انفلونزا الطيور، وازاي انا استطيع ان انا اعمل حائط صد يمنع دخول الامراض الوبائيه ليا. دائما نقول الوقايه خير من العلاج. فبقيت احصن واعمل وي وي، والصناعه كانت ماشيه. وصناعه الدواجن بصفه عامه هي صناعه سريع الدوران راس المال، يعني تستطيع ان تستعيد خسائرها سريعا. حينما تكون العمل شغال والدنيا ماشيه تستطيع بالشكل ده. طب انا ايه الاسباب اللي النهارده الاسعار وصلت 96 جنيه النهارده؟ كرتونه البيض وكرتونه البيض وصلت 145 ل 147 في المزرعه. احنا بنقول كرتونه البيض بتتكلف ايه؟ 5 كيلو علف. 5 كيلو العلف النهارده بتاع البياض اللي هو 17 18% بروتين ب 28000. احسب اضربها في 5 2 في 5 540 يعني 140، 3 جنيه بيكسب. يبقى الراجل تكلفته كده كويسه. لما بيحصل انخفاض لاسعار الاعلاف احنا اول ناس بنقول يا جماعه انتوا بتتكلموا غلط والكلام ده مش مظبوط، والكلام ده عملناه فاكر وقلت، وانخفضت اسعار البيض مباشره من ثالث يوم، والناس اتخانقوا معايا انت ازاي تطلع في الاعلام تقول التكلفه. اقول لان انا ليا مهمه اساسيه في الغرف التجاريه، مش مهمتي ان انا قاعد رئيس الشعب، لا انا عندي في بعد اجتماعي لازم احافظ عليه، لازم اوزن السوق، لازم لازم توازن السوق، لازم لازم ده اساس عندي. الغرف التجاريه مش دورها بس ان انا تجار وانا مع لا 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 يا فندم، لينا كذا دور في الغرفه. المشاكل بتقع على ارض الواقع بنشوفها من بوابه، ونبعتها لحضرتك كمجلس نواب او اي حد المشاكل، وادي الحال. لو قلت لك المشكله يبقى بصدر لك مشكله للساده المسؤولين شخصيا، انا بعمل المشكله اقولها لك واقول لك حلولها. انت قابلت، انت جهه تنفيذيه، ما قابلتش انا ماليش دعوه، انا وصلت لك ايه صوت المشكله المتواجده. مفهوم بالنسبه لي انا كده، فاهم وجهه النظر بتاعت متى، وفاهم وجهه، انا فاهم مش معناه ان انا متفق، بس فاهم اتفقنا، فاهم وجهه النظر. انت مش متفق معايا في الكلام ده؟ ما انا هقول لك انا مش متفق في ايه برضه، بس يعني بقى يعني خليك متفق في حاجه واحده، احنا عايزين نروح للناس يا باشا. الاسعار الناس العلف، الناس انا عايز افهم بقى هنا قصه، بس عايز اقول لك على العلف. والله انت عارف العلف كان بكام في اخر في اول 12؟ في اول 12 كان ب 22 23 النهارده 29 ل 30 31. ما ده مدخلات انتاج بيمثل 70%، والعلف تقريبا 70% من المدخل الانتاجي، فده الاساس عندك. العلف مستورد، العلف مستورد. بس طبعا كله مستورد، فده طيب. المشكله الاساسيه. حاتم باشا، الخضار والفاكهه. خضار وفاكهه، انا ما عنديش ازمه في الخضار والفاكهه، انا عندي اكتفاء ذاتي وبنصدر ما يزيد عن 7 مليون طن. ولكن يعني للحديث اللي قاله متى بيه واخويا الدكتور عبد العزيز بقيه، احنا كنا بنستورد بعض مدخلات الانتاج مستلزمات الانتاج، وكانت الشركات العالميه بتثق في المستورد اللي بيجيب من بره، وبتدي له قرض حسن يدفع 10% والباقي لما تخش البضاعه ويسوقها ويبيعها ويوزع، زي تقوي البطاطس مثلا، زي البذور، زي الاسمده، كل ده والمبيدات، كل ده بيخش مصر عن طريق الاستيراد. طيب كان موجود عندنا قبل اعتماد المستندي، كان في سهوله ويسر. الدكتور عبد العزيز عايز يجيب فراخ او يجيب مدخلات انتاج او يجيب مصلات او لقاحات، كان بيجيب ويستورد وبدون اي ضوابط، بل بالعكس الجهه اللي بتديله
المدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج بتثق فيه، بتقول له لا خد وسوق المنتج ده وبعد ما تسوقه سدد لي. النهارده انت عملت لي اعاقه والدولار ابتدى يبقى فيه ضغط على العمله الصعب. دي نقطه. النقطه دي احنا مش هنتكلم فيها لان طبعا هم تحدثوا فيها. انا خليني اروح للمواطن اللي يهمه دلوقتي، ان الخضار والفاكهه هل هيرخص ولا هيغلى؟ واحنا مقبلين على شهر رمضان، ولا هل هيثبت ولا هيبقى في ايه؟ لا، لكن احنا عندنا ثبات في الاسعار وعندنا انخفاض تدريجي. ليه؟ لان انا عندي مواسم زراعيه وعندي زياده في المعروض. كل ما يقابلني زياده في المعروض كل ما ده يعمل لي اتاحه للمنتج، وطبعا العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار والاسواق. ولكن المنافس الثابته والمتحركه اللي احنا تحدثنا عنها من هذا المنبر منذ سنوات، انا كنت معايا في احد اللقاءات كتيره جدا وتحدثت وقلت رجاء الساده المسؤولين يا معالي المحافظ يا سياده الوزير، رجاء اقعدوا مع الغرف التجاريه، اقعدوا مع اتحاد الصناعات، شوفوا مشاكل الحقيقيه على ارض الواقع نحلها ازاي. المواطن النهارده بيعاني، المواطن النهارده في ارتفاع اسعار في كل شيء، لن ننكر ده، ولو طلعنا قلنا غير كده يبقى احنا ناس بنكذب على الناس. لكن هل في حلول؟ في حلول، بس نقعد مع الساده المسؤولين ونوضع اليه محترمه لحل هذه الازمات المتلاحقه. حضرتك قبل ازمه البصل انا طلعت في وسائل الاعلام وقلت رجاء نرجع عمليه التصدير. جه ارجع عمليه تصدير، الدوله استجابت ومتشكرين، ولكن استجابت امتى؟ بعد ما كان البصل اتصدر او الناس خزنته او المحتكرين او المستغلين. طب ما احنا كان عندنا نقدر نظبط السوق ونعمل فعلا اتزان داخل السوق المصري. ايضا الطماطم والبطاطس، القرارات المتاخره بالظبط. انا النهارده لازم يبقى فيه استجابه سريعه من المسؤول. طيب. لازم يبقى فيه نوع من انواع، يا استاذ يوسف اسمعني بس، يعني اخواتنا اللي بيتكلموا، اخواتنا اللي بيتكلموا النهارده احنا عندنا حاجات كتير عندنا لازم نتكلم. الناس المحترمه اللي بتتكلم لازم تبقى فاهمه الخضار والفاكهه سلع مصريه بتزرع في مصر، ما عنديش ازمه فيها، احنا عندنا اكتفاء ذاتي، بل بالعكس بنبشر الناس في انخفاض في الاسعار وفي ثبات في منتجات كانت قبل كده مرتفعه. لازم الناس تفهم هذا الكلام. طب انا هطلع على الفاصل بس هسال سؤال وتقولي او لا. الاسعار في رمضان هتبقى في الحنين ان شاء الله، بمعنى انه اقل من الوضع الحالي؟ بعد الفاصل. انا قلت لابد ان تكون او لا عشان نطلع الفصل. لا اقصد اجباري. لا خلاص هنكمل. خلاص يبقى خلاص، قول لي او لا وبعدين هنكمل المناقشه. لازم استعد هذا الكلام. يبقى في اتاحه للمنتج. طيب تعالوا نطلع على الفصل. تجار حد يغلب تاجر؟ ما انا غلبان. فصل ونكمل الكلام. طيب خلوني وانا ارحب بكل ضيوفي الاعزاء الاجلاء اقول لكم انه حصلت استجابه الاول قبل ما نكمل مناقشتنا، استجابه لاستغاثه الشاب محمد عبد الوهاب، عنده 39 سنه، يعاني من السمنه المفرطه. ده ادى كان الى وصول وزنه تقريبا لحوالي 250 كيلو جرام ربع طن. الحقيقه تم التواصل معاه وحصل انه تم الاتفاق الحمد لله وشكر لله للعلاج على نفقه الدوله، وتم نقله لمستشفى الدمرداش او ينقل مستشفى الدمرداش خلال 24 ساعه تحديدا. باشر الفريق الطبي المسؤول عنه اجراء كل الفحوصات فورا وحددوا الحاله وتم وضع خطته العلاجيه الشامله. طيب بالتوازي مع كل ده قامت كمان مؤسسه حياه كريمه، يعني ناس سريعه الحقيقه كما جرت العاده، في اطار دور مجتمعي ودور انساني بالتواصل الفوري مع أسرة محمد عبد الوهاب، وبيتابعوا حالته وحالة الأسرة بعناية شديدة، وتم توجيه الجهد اللازم لتقديم الدعم والمساعدة ليهم في ظل الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها. ربنا يا رب يقوموا بسلامة. وشكرا جدا على هذه الاستجابة. وهنا أرجع مرة تانية لمناقشتنا ونبدأ، يعني زي ما احنا رحنا بالترتيب. ليه اتفضل. طيب الأسعار السعر، أنا بقول يا جماعة أنا عايز السعر يهدى بتتاتاتا على ما وصل رمضان. تتاتاتا اهو، مش فيش حاجه خبط يعني مره واحده. طبعا انت حضرتك عارف ان رمضان في المبادرات اللي كنا بنتكلم عنها دي ممكن يبقى فيها هدوء نوعا ما عن الاسعار، لكن ممكن ميبقاش في زياده يعني اتمنى، لكن ممكن يبقى في وفره في المنتجات في الاسواق. بس احنا برضو بنتكلم في نقطه، طبعا حضرتك شهر رمضان كل سنه وحضرتك طيب، كلنا طيبين يا رب. الـ 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 في نقص في الاسواق، مش نقص يعني في ازمه، احنا لازم نغير من نقتصد نوعا ما،
مش بقولنا تقشف في رمضان، لكن برضو رمضان ليه طقوس. يعني انا شايف ان مش هيبقى زي كل سنه، ده احساسي وده رايي الشخصي، يعني عشان احنا مش عايزين المواطن يحمل نفسه ومحمل ميزانيه البيت اكتر من، انت عارف ان رمضان الميزانيه اللي فيه بتحس انها توازي 9 اشهر او يعني توازي يعني ميزانيه كبيره. هو متقشف اصلا، هو ما عندوش يعني اللي ميزانيه. وبعدين احنا انت قلت لي سؤال يا يوسف قبل الفاصل، ايه اللي ممكن الاسعار؟ احنا ممكن نخلي الاسعار زي ما هي، وممكن نخلي الاسعار ترخص، ممكن نخليها تزيد. بمعنى ايه؟ ما ننزلش اول يوم رمضان على الهايبرز والمحلات ننزل هجوم على الرز، هجوم على السكر، ده المهم، هجوم ده المهم، ده الانضباط. لازم نجيب اسبوع باسبوع، مش عايز اقول حاجه يوم بيوم، لا يا فندم، احنا نجيب اسبوع باسبوع وما نحملش الميزانيه ميزانيه شهر كامل في يوم يا عم، اسبوع. تعرف ايه نفسي الناس تشتري ازاي؟ زي اوروبا، زي ما بيشتروا اوروبا، بس انا صح مزايق في طابور يا فندم، بتقف في طابور طويل قدامك. انا ما بقولش نبقى كده، لكن نبقى في تريس وفي اقتصاد شويه. هو مش احنا اربعه على الترابيزه؟ ادفع نص عمري ان احنا الاربعه لما بننزل نشتري موز برتقال يستفندي مش عارف ايه، احنا بنرمي تلته، ده لو ما كانش نص. لا هنروح عند الحاج حاتم بقى في سوق العبور. ليه بقى؟ هو بقى ايه؟ لان احنا بنروح شاريين كتير بس صح، وبعدين نقعد نتحايل على العيال في البيت، يا حبيبي ما بتاكلش اليوستفندي ليه؟ هيبوظ، الموز هيضرب، مش عارف ايه. تفتح درج التلاجه المشهور تلاقي فيه شويه طماطم مع الطبيط، لا حول ولا قوه، هنضطر نرميهم. طب يا جماعه اشتريناهم ليه؟ تستحي تستحي انك تشتري نص كيلو ربع كيلو؟ هروح لفاصل 50 ثانيه وارجع لك يا حاج. تمام يا ريس. حالا احنا يعني كنا بنتكلم مع صديقي متى، هروح بسرعه لدكتور عبد العزيز السيد، ثم بسرعه لصديقي حاتم نجيب. احنا كنا رفاقه ايام 30/6، خلي بالك اعزائي يعني. انا خليك دكتور، انا هقول حاجه مهمه جدا. احنا في رمضان بتزيد، رمضان بيحب الفراخ. لا هقول لك، هو لا بيزيد الطلب بنسبه تصل من 20 ل 25%، ولكن الايام دي لن تزيد اكثر من 15%. طب انا بستهلك قد ايه؟ استهلاكي شهريا 180,000 طن. في ظل المشكله الخاصه بالانتاجيه اللي خاصه 40% والكلام ده كله، وبرضك المدخلات المواطن لم يستطع ان يعني يفعل كما فعل سابقا، هيجيب فرختين ومش هيقدر طبعا. فانا هيبقى عندي مشكله اساسيه في الكميه المنتجه. الكميه المنتجه انا بنتج تقريبا 60% من اللي انا كنت بنتجه في اول 22، يعني بنتج النهارده تقريبا 850 مليون دجاجه في السنه. طب انا مشكلتي الاساسيه النهارده السعر، انا مش دعوه بالانتاج، انت بتعمل تكلم الانتاج، انا عايز سعر. السعر انا قلت ينضبط بحاله واحده. انا في اول 23 انا استوردت 50,000 طن، ورجعت استوردت 100,000 طن، وحطيتهم في المنافذ الخاصه بالشركه القابضه للصناعات الغازيه. وانا طلبت بالكلام ده كله، وانا عندي في اللجنه اللي جايه انا هطالب ايضا ان يتم استيراد الكميات دي ووضعها في المجمعات السلكيه عشان تخف الضغط على المحلي، يعمل نقطه توازن، وبناء عليه التكلفه الفعليه، لان احنا عاملين على التكلفه الفعليه من 100 سنه يا اخوانا. اعملوا بورصه حقيقيه عليها ناس فنيين تستطيع ان تقول تكلفه الانتاج ايه وتقول السعر المناسب. ما حدش بيسمع الكلام، وده الخلل اللي احنا بنقول عليه، ان احنا في الغرف التجاريه لنا اراء تهم البلد والدوله وتساعد، لان احنا مفروض احنا كمجتمع مدني لنا دور علشان نوصله. علشان الوقت جري وانا عايز اسمع برضه. طيب نوصله لحضرتك، فاحنا عايزين الكلام ده. دكتور عبد العزيز، دكتور عزيز برضه يقصد ان اراء الغرف التجاريه اراء استشاريه، رجاء المسؤولين تاخدها بعين الاعتبار. سريعا هنبشر الناس، الخضار والفاكهه في اسعارها تنخفض، وبنقول للناس الطماطم فيها انخفاض، والبطاطس الحمد لله فيها استقرار، والبصل انخفض تماما، وبنقول ناس كمان الثوم المصري اللي ربات المزن ياخدوه يخزنوه لعام مقبل. هيبقى الشهر الجاي يبقى احنا ما عندناش ازمه بتاع الخزين يا توم. اي بالظبط كده. ما عندناش ازمه في خضار وفاكهه، بس رجاء ربنا بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. رمضان هو شهر عباده. حلو. ثقافه الترشيد والادخار. انا عندي قله معروض في المنتج، اشتغل على ان انا ارشد من استهلاكي. مش عيب، العيب ان انا مش عيب خالص، مش ازمه واحنا بنعدي بيه. وبعدين لما كل الوطن كده بيقول لك يا عم انت مش عايز ناكل لحمه يعني، مش واخد باله. والدواجن اصلا دي ازمه اسماك. دي مفيش بيت مصر الصبح يقدر يستغنى عنها. والله من غير ازمه متى، وانتوا كلكم عارفين يعني، وانتوا ناس موجوده وبتسافروا وبتروحوا وبتيجوا، هو احنا غنى
من بتوع النرويج؟ الناس بتشتري موزة أو أوروبا أو كل أمريكا والصين واليابان. أنت أغنى من ألمانيا؟ أسعد شعوب العالم يعني. مش هو، إحنا خلينا بس نقول للناس نطلع بحاجة يا يوسف الله يكرمك للناس عشان خاطر أهم حاجة أهالينا في الأحياء الشعبية والعشوائية والقرى والنجوع والمراكز والمحافظات، دول أهالينا لازم يحسوا إن الدولة دلوقتي إحنا بنشتغل على منافسة ثابتة متحركة. رجاء نتواصل الله وعليكم زود بالظبط الإتاحة. رجاء اللي يلاقي حد بيغلف سعر ما ياخدش منه، الخضار والفاكهه هو منتج قابل للتلف، بالله عليكم يا اخواتنا متوفر جدا على فكره، الناس ما تاخدش من حد طبعاً طبعاً. بيرفع اسعار لجأ للعروض للسلاسل التجاريه تتوسع في، احنا عندنا سلاسل في مدينه نصر في القاهره مهم جدا في كل مكان بتشتغل ليل نهار، واحنا اجتماعاتنا بشكل يومي في الغرف ومعانا ناس محترمه وكل تجار مصر احنا كلنا للمواطن، ولكن اهم هو المستهلك اللي بيشتغل، المستهلك بيشتغل للمنتج، هي المنتج الشعبة ان انا بوزن السعر بالظبط بس في السوق لازم نفس الوقت الراجل اللي شغال في هذه يعني على حسب تخصصه مصلحته ان هو يبيع، المواطن يشتري يشتري عشان لازم اديله سعر يتناسب مع امكانياته، ما انا هخسر فلوس. بعدين يا دكتور عزيز احنا بنقول معلش اخر حاجه، هنبيع كتير باسعار مخفضه والله التجار هيعرفوا هنكسب كتير، مش هيبقى في حاجه بالظبط نظريه وحش الشاشه في فيلم يا رب ولد يا رب ولد يا رب ولد، ابيع كتير سعره قليل اكسب اكتر. استاذ يوسف احنا برضو كمستوردين عشان برضو نفهم الاستاذه المستوردين ان احنا املنا كبير في الحوار الوطني ان احنا الحكومه تسمع لنا المشاكلنا المناقشات الاقتصاديه يا ريت يا ريت يبقى في مناقشاتنا، احنا عايزين عمله من البنك عشان تحس بالاسعار في المنتجات المستورده، محدش بيبعت للجهات المتخصصه يعني مثلا اهل مكه ادرى بشعبها، فمن المفترض اصلا لما كنت راجل بتاع اقتصاد طب تعالى يا استاذ، لما كنت راجل بتاع خضار اجيب بتاع خضار، لما كنت بتاع فراخ، ده اللي احنا بنتكلم، ما زال لا يوجد في الحوار وقت في الدوره اللي فاتت دي حد بيتكلم عن صناعه الدواجن، المره دي عندك 70% 80% اقتصاد، لا 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 ده المره دي لازم واحنا على ترابيزه الاتفاق نتفق، اعتقد دول قرارات قطعيه يا دكتور، قرارات تتاخد على ترابيزه ان شاء الله في هذا البرنامج. أيوة. على لسانك يا سياده النائب. أيوة. ان لابد ان نكون احنا موجودين في النقاش الاقتصادي، يا ريتني عضو في مجلس الامناء، بس الامانه والوعد يقتدوا بمنتهى الامانه ان انا هقول اصدقائي زملائي الأجلاء وأساتذتي الأعزاء اللي موجودين في مجلس الأمنة، يا جماعة لازم تقدموا دعوات، وبقول على الهواء اهو، لازم تقدموا دعوات لكل الشعب اللي موجودة في مصر، لازم تسمعوا منهم، فرصتنا في الحوار الوطني إن كل مخرجاته بتطلع مباشرة لفخامة الرئيس. يا أستاذ يوسف أقول لك على حاجة، إحنا كتجار ومستوردين يا حاج حاتم، إحنا بنتاجر وبنستورد بإيه؟ بقانون الدولة. حط قانون نتفق عليه واحنا هنقول لك امين، واحنا هنخش مصادمات ليه؟ احنا النقاش ان شاء الله. انا عايز الاول اشكركم جدا على انكم نورتوني النهارده، اولا ده بجد امانه شديده، وشكرا جدا انكم اديتوا لي الفرصه دي ان احنا نقعد احنا مع بعض، لانه اعتقد ان انا اكتسبت يعني كده كده انا وحاتم اصحاب من زمان ما اتقابلناش حبه بقالنا فتره، لكن انا اكتسبت كمان اثنين اصدقاء اعزاء على قلبي يا بختي، واعتقد ان احنا ان شاء الله هنبقى مقبلين على رمضان. طب اقول لك حاجه، هو هيبقى في دولار في البنوك يا رب، يعني يا سلام الناس بتطلع تتريق عليا يا متى، بس انا بقول لك هو هيبقى فيه، نتمنى احنا بص يا سلام يا ريت، هو هيبقى فيه، فده نمره واحد. نمره اتنين، انا واثق في انكم عايزين مصلحه المواطن مليون في الميه والبلد ان شاء الله، ما عملناش غير البلد، هو المواد هي ما هي، احنا مش مستهلكين، مش عارف ليه في البرنامج ده احنا في البلد دي وما سبناهاش وخرجنا، فاحنا هنخرج بس من الاستوديو. اشكركم جدا 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 سادتي الكرام، لازم حالا نطلع لانه كريم دلوقتي يعني هيبقى مستنيني وجايب ناس بره الاستوديو مستنيني، مما لا يا كريم ما تملكش دعوه، كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم 10، تفائلوا بالخير، رمضان هيجي في منتهى الكرم من بشر الناس، في انخفاض في الاسعار الخضار والفاكهه، الله اكبر. خلصت الحلقه، ولو كان لنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.